اهلا بكم من جديد. وصلنا دلوقتي لفقره نبض ميتو اوبا. خلونا دلوقتي نروح لبث مباشر من داخل نادي الزمالك وناخد من هناك زميلتنا ومراسلتنا المميزه نسمه الجمل عشان تقول لنا كل الجديد داخل نادي الزمالك. يا نسمه نهارك ابيض وصباح الخير عليك. نهارك ابيض زميلي العزيز خالد غانم، صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدينا في كل مكان. الان بالتحديد من داخل الصاله المغطاه داخل نادي الزمالك في جولتنا الصباحيه المعتاده نبض 100 عقبه، واللي هنتكلم فيها يا خالد طبعا عن كوماندو زيادة الزمالك، فريق الاول لكره يد الزمالك اللي بيشارك الان في البطوله العربيه، البطوله اللي بيتغنى بها كل عشاق كره طبعا يد الزمالك، وطبعا اللي قدر فيها خلال الفتره او خلال فتره البطوله العربيه يفوز فيها الفريق الاول بجولتين وخساره في جوله واحده مع العربي الكويتي بفرق نقطه واحده. طبعا هنتحدث اكثر عن كوماندو زياد الزمالك ومشاركته في البطوله العربيه اللي هيختتمها اليوم في طبعا امام الشعله اليمني الساعه 5 مساء. طبعا احنا عارفين ان البطوله بتقام في السعوديه، عارفين ان البطوله اللي هيتاهل فيها هيتم طبعا صح حامل اللقب لبطوله كاس العالم للانديه او السوبر جلوب. طبعا هنتكلم اكثر مع كابتن حسين عثمان عن البطوله. فهرحب بيك يا كابتن على شاشه قناه الزمالك ومعانا زميلنا خالد غانم بالاستوديو. مرحبا يا مرحبا، صباح الخير يا كابتن خالد، صباح الخير. في البدايه كده يا كابتن عايزين راي حضرتك طبعا في الجولات اللي فاتت. طبعا عندنا المواجهه مع الهدى السعودي والمواجهه مع العربي الكويتي وعندنا المواجهه ايضا طبعا مع الفريق الجزائري. طبعا عايزين نتكلم اكتر عن المواجهات، نتكلم عن الفوز اللي تم، نتكلم عن طبعا الخساره اللي تمت رغم الظروف اللي بيمر بيها الفريق ولكن قدر ان هو يسعد كل الجماهير. النهارده عندنا المباراه الاختتاميه لدور المجموعات والتاهل لدور ربع النهائي. بالنسبه للدور التمهيد للبطوله طبعا لعبنا 3 مباريات، في مباراه منهم بتاعه العربي الكويتي خسرناها فرق هدف، فدي هي كلها تحصيل حاصل بالنسبه للمباريات. احنا لمينا الدور القادم ان احنا النهارده ان شاء الله هنلاعب الفريق اليمني، لو كسبنا هنطلع اول مجموعه، لو لعبنا اول مجموعه طلعنا اول مجموعه هنقابل الرابع من المجموعه الثانيه، فده هيبقى المفروض ان هو ماتش هيبقى سهل شويه. احنا عندنا المجموعه الثانيه في البنك والكويتي الكويتي والفرقه الرابعه مدر السعودي، الثلاث فرق دول فرق كويسين، فاحنا بالنسبه لنا هنقابل لو طلعنا اول هنقابل الجزيره الاماراتي او فرقه العراق، فالاثنين الفرقتين دول يعتبر ضعاف شويه، وان شاء الله طبعا الكوماندوز بتوعنا يعني معودينا على البطوله وسيستم البطوله ودايما مفرحين جمهور نادي الزمالك، واحنا طمعانين في البطوله دي لانها تبقى لها شقين. الشق الاولاني لو ربنا كرم وكسبناها هنخش اروح كاس العالم، دي تبقى مكسب للانديه، وفي نفس الوقت بدايه الموسم الجديد يبقى احنا كسبنا بطولتين، يعتبر البطوله العربيه وفي نفس الوقت روحنا كاس العالم، هتدي دفع للكوماندوس، ودول طبعا بيفرحوا جمهور نادي الزمالك اللي بالملايين، وربنا يكرم كده ان شاء الله ونفوز بالبطوله. طبعا يا كابتن كلمنا عن اداء الزمالك او فريق يد الزمالك في البطوله عموما. احنا عرفنا افتتاحيه البطوله كانت مع وفاق عين توتا الجزائري واللي فاز فيها الزمالك بعد وصوله بساعات، كلمنا عن ادائهم كمان عن ادائهم امام الهدى السعودي وفوزهم في المباراه او في الجوله الاخيره، وكلمنا اكتر كمان عن النهارده عن الاختتاميه في دور المجموعات امام طبعا زي ما قلت الشعله اليمني. طيب بالنسبه لاول مباراه الوفاق السعودي اللي احنا وصلنا لعبنا المباراه قبلها بساعه، يعني وصلنا لعبنا بعدها بساعه على طول، دي كانت دفعه للفرقه وان هم كانوا عايزين او حافز ليهم ان هم يكسبوا، فالحمد لله ربنا كرمهم ونزلوا وكسبوا. طبعا بالنسبه للمباراه الثانيه اللي احنا خسرناها من العرب الكويتي دي كانت ظروف مباراه، وطبعا مش هقول تحكيم ومش تحكيم والكلام ده لان الكوماندوز متعود على كده ومتعود ان احنا باستمرار يلعبوا تحت ضغط، وكل ما زاد الضغط كل ما هم زادوا اصرار على المكسب والبطوله. بالنسبه للمباراه الثالثه بقى في اريحيه ليهم في اللعب وفي الثقه في النفس، وطبعا معاهم يعني نجم كبير زي احمد الاحمر لامم اللعيبه كلها سواء قيادي في الملعب او بره الملعب. اما بالمباراه النهارده فاتمنى ان هي تكون مباراه يسهلوها على نفسهم ما يحطوش نفسهم تحت ضغط عشان يبصوا للمباراه القادمه. شفت كمان اداء اللعيبه، اكتر اللعيبه المميزه اللي شفتها في المباراه الاخيره زي ما قلت وانت اتكلمت كمان على الخساره، ما كانش فرق كبير، كانت نقطه واحده، واحنا متعودين زي ما انت قلت ان هم دايما بيلعبوا تحت ضغط ودايما احنا عندنا ثقه كبيره في فريق يد الزمالك ان هو دايما بيكون واخد جانب لوحده منفصل عن بعيد عن الازمات الكتير اللي بيمر بيها نادي الزمالك. وبالنسبه للمباريات او الثقه في النفس ديت طبعا احنا عندنا قيادي كابتن احمد الاحمر بيدي اللعيبه كلها ثقه سواء اللعيبه الصغيره او اللعيبه اللي جايه من بره من النادي،
واول لعيبه اللي كانت موجوده. وطبعا احنا عندنا مجموعه كبيره جدا في المنتخب موجودين، المنتخب الكبير، وطبعا في الحراسه المرمى عندنا ثلاثه يعتبروا مميزين، فاهمني؟ وطبعا الثقه اللي بيديها لهم كابتن احمد هتلر بيديهم ثقه وحافز ان هم لازم يكسبوا البطوله برغم الظروف والمشاكل والكلام ده كله، لازم اصرارهم ان هم يكسبوا البطوله وحافز ليهم ان هم يبقى عايزين الكوماندوز يفرح الملايين. فالنهارده ديت حافز ليهم ان هم ينزلوا اداء في اللعب، ثقه في النفس، زي ما بتعودوا باستمرار ان هم يكسبوا بطولات. ما فيش حاجه اسمها مركز تاني ولا ان هم يخسروا، لا، اليد في نادي الزمالك هي المفرحه الملايين، سواء جمهور نادي الزمالك او جمهور المصري. هو احسن فريق في الشرق الاوسط والوطن العربي يد الزمالك، احنا عارفين ومتعودين على ده، وصاحب اكبر عدد بطولات، احنا عارفين ده طبعا يا كابتن. كمان عايزين نتكلم ونعرف مشاهدينا عن البطوله العربيه، عندنا دور الربع النهائي اللي جاي، بعد كده عندنا ربع دور النهائي عفوا، بعد كده عندنا اللي هيكون حامل اللقب هيواجه طبعا او هيتاهل الى كاس العالم للانديه، وطبعا دي يعني تاهل عظيم، وبنتمنى ان يحمل اللقب طبعا نادينا نادي الزمالك يا كابتن. احنا عارفين ان احنا حصلنا على هذا اللقب يعني في البطوله العربية عربية مرة قبل كده، وهذه النسخة 38 للبطولة. كلمنا أكتر وعرف مشاهدينا عن طبعا استكمال البطولة. استكمال البطولة المجموعة، يعني البطولة متقسمة لمجموعتين، كل مجموعة خمس فرق. الزمالك في مجموعة وفي الناحية من مصر، وفي الناحية الثانية البنك الأهلي من مصر. فاللي بيتأهل للدور الثمانية بياخدوا أربع فرق من المجموعة دي وأربع فرق من المجموعة دي. تمام. الأولاني من كل مجموعة بيلعب الرابع. يعني مثلا الزمالك إن شاء الله يطلع أول، هيلعب الرابع المجموعة الثانية. الثاني هيلعب الثالث وهكذا. والاول الاربعه بيلعبوا، اللي هيكسب فيهم هيصعد لدور الاربعه. بعد ما يكسب يصعد لدور الاربعه ان شاء الله يكون الحليف الحظ المكسب لكوماندوز، نوصل بعد كده ياخدوا الكسبان من هنا وكسبان من هنا يلعبوا النهائي. فدي كده اللي يعتبر سيستم البطوله او ملخص البطوله. يعني كده بالظبط يعتبر فاضلين اربع مباريات، ولو ربنا كرم هنكسب البطوله هنصعد مباشره لكاس العالم للانديه. وطبعا الحافز دوت دايما دايما، ومن قبل ما حتى ما يسافروا كانوا بيتكلموا ان هم عاوزين يروحوا البطوله ان هم يكسبوها. اصرارهم في ان هم يروحوا كاس العالم، لان يعني متعودين نادي الزمالك طول عمره في اي كاس عالم موجود لازم يبقى موجود، كاس عالم الانديه لازم يبقى في اصرار ان هم يبقوا موجودين ومصرين ان هم يروحوا. وطبعا في مجموعه انضمت جايين من بره، فطبعا هم بيحاولوا يدخلوهم في وسط التيم ويدوهم الثقه والحافز ان هم ازاي بيكسبوا بطولات، وفي نفس الوقت عندهم لعيبه صغيره. يعني في هشام صلاح لسه صاعد من 2002 صاعد معاهم. طبعا بالنسبه للمجموعه اللي جايه من بره نفس الحافز ليهم زي اللعيب الصغير ان هم ازاي يكسبوا بطولات وازاي يروحوا كاس العالم وازاي فعلا يبقوا عندهم الاصرار والعزيمه ان هم يبقوا ليهم هدف واحد بس، هو تفريح جمهور نادي الزمالك. بالتاكيد بنتمنى الفوز وطبعا اسعاد جماهير نادي الزمالك اللي بتتغنى باداء طبعا يد الزمالك في البطوله العربيه. واخيرا يا كابتن، زي ما احنا عارفين حضرتك مدرب فريق 2004 اللي بيدرب الفتره دي طبعا للسيزون الجديد، كلمنا اخر رساله كده في لقائنا النهارده عن فريق 2004، وعرف مشاهدينا ايه هي اخر التطورات للسيزون الجديد. طبعا بالنسبه ل 2004 بامانه هو جيل يعني كويس جدا جدا، ولسه مخلصين كاس العالم واخدين المركز الرابع. اما بالنسبه لفرقه نادي الزمالك الفرقه المقارنه، انا وكابتن حسام، انا وكابتن اسامه، الفرقه دي تعتبر فرقه كلها رجاله. عندي مجموعه من الاولاد، سواء في ثلاثه في المنتخب وفي ان شاء الله ثلاثه او اربعه هيروحوا برده المنتخب الفتره الجايه. وبرده يعني احنا عايزين الايه العزيمه، ودايما بنقولها لهم ان احنا لو ربنا كرم النهارده نكسب الثلاث بطولات، وده هدف رئيسي، لان انا وكابتن اسامه شغلنا الهدف الاساسي بتاعنا ان احنا نكسب ثلاث بطولات. انا عندي بطوله الكاس، بطوله الدوري، بطوله السوبر. فدول ثلاث بطولات مهمين جدا 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 ان احنا نكسبهم، على اساس ان هم بيدوهم دفعه ان هم النهارده انا عايز الدرجه الاولى يطلع اكبر عدد منهم. فالنهارده عندي الحافز ان انا عندي محمود علي، عندي زياد، وعندي زياد حشاد، وعندي اجوان حراسه مرمى كويسه، عندي اسامه، عندي اسلام، في مجموعه كبيره جدا بامانه المفروض ان انا شايفهم انا وكابتن اسامه ان هم يصعدوا درجه اولى. والحافز الاساسي في الكلام ده كله ان هم عندهم حب المكسب، وحب المكسب دايما بنولده في الاولاد من صغرهم على اساس ان هم يطلعوا عندهم الثقه في النفس، سواء بقى مكسب بطوله، مكسب الروح. يعني كنا نفسنا الحديث يطول اكتر، لكن فقرتنا خلصت النهارده مع بعض، وشكرا ليك يا كابتن. شكرا، شكرا جزيلا، ربنا يخليك. العفو، ربنا يخليك.
زميلي العزيز خالد غانم، هذا كان لقائي مع كابتن حسين عثمان مدرب فريق 2004 يد الزمالك هنا بنادي الزمالك. طبعا بنتمنى التوفيق النهارده لكوماندو زياد الزمالك الفريق الاول امام الشعله اليمني في اختتام دور المجموعات في البطوله العربيه، ويكون ان شاء الله حامل اللقب لفريق يد الزمالك والتاهل لكاس عالم للانديه. والان الكلمه لك في الاستوديو لاستكمال فقرات نهارك ابيض، زميلي العزيز خالد غانم. بشكرك جدا يا نسمة على هذا التقرير، وايضا الشكر موصول للكابتن حسين عثمان، واكيد كل التوفيق لكوماندوز اليد بنادي الزمالك اليوم.